اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون، ولم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان، إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، أفلم تكونوا تعقلون، هذه جهنم التي كنتم توعدون، اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم، وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره ننكسه في الخلق، أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر كل ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا أبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا
وتسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا عضوا إلا خذلته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا ولدا إلا أصلحته، ولا عيبا إلا سترته، ولا عصيرا إلا يسرته، ولا حقا إلا استخويته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح، إلا أأنتنا على قضائك ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر على عدوك وعدوهم، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، وعراة فاكسوهم، وجياع فأشبعهم، ومساكين فارحمهم، يا أرحم المساكين ويا ناصر المستضعفين. اللهم عليك بكل عدو للإسلام والمسلمين، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، واجعلهم وأموالهم غنيمة للإسلام والمسلمين. اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني استجب لكم، فها نحن دعوناك فاستجب لنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله يوم قريب كبرتنا كفران ودي دكتور زينت في بابالي تشاتشل. እንግዲህ ሐቂቀተን አብዱራህማን ሼክ አብዱራህማን ሱደይስ በጣም የምወደው ቃሪ ነው። ዱዓዎችንም እንዲሁ ወዳቸዋለሁ። ቁርአኑንም አጠቃላይ ያለው ማንነቱንም ወደለት አይነት ሰው ነው። ማሻአላህ አላህ እንግዲህ አላህ ቢመርጠውም ነው ሐቂቀተን እንግዲህ እዛ ቦታ ላይ የትልቅ ቦታ ላይ ያስቀመጣቸው ማለት ነውና ኢንሻአላህ እንግዲህ አብዱራህማን ሱደይስን ከልጅነት የጀመረን ለማስመሰልም ወክሬ ነበርው። የሚቀሩ ብዙ ነገሮች አሉ። የተጅዊድ ብዙ የሚቀሩ ነገሮች አሉ። የድምጽም ራሱ ኮምፕሊትሊ ሱኔ ማስመሰላቀም የለም፣ ግን እንዲሁ የተወሰነ እንደው ማቃረቢያ ህል ማለት ነውና ከልጅነት ጀምሬ መሰማይ ነበርው መርከዝ ጀምሮ ሱም ነበር ማለት ነውና ስለዚህ ኢንሻአላህ ባጭሩ ለዛሬ እንግዲህ ያዘጋጀውላችሁ ይሄን ይመስላል። በሌላ ደግሞ ፕሮግራሞቻችን እንዲሁ አንዳንድ ፕሮግራሞችን እንዲሁን እንቀራለን። አልፋልፈም ደግሞ የአብዱላህ አሊ ጃቢርን የሱን ድምጽ ኢንሻአላህ ቀጣይም ደግሞ አንዳንድ የሱዳኒ ድምጾችን እንዲይዘላችሁ እንላለን። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ወይላ ለቀይና ኸር ዶክተር ዘይኒ አብዱል ባስክ ነበርኩ። السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته።